يا صحبة الخير، يا نخبة الإيمان، لله أسلمت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الغر الميامين، رضي الله عنهم أجمعين. نجوما بعد خير الناس كانوا، وما زالوا يزيحون الظلام. تلاميذ النبوة خير صحب لمن كانت نبوته ختاما. رجال سجل التاريخ عنهم بطولات تبصر من تعامى. نجوم في السماء فكيف يرقى إليها من أبى إلا الحطامى. منحناهم على الإسلام حبا وقدمنا التحية والسلامة، رضي الله عنهم. نجمنا اليوم صحابي جليل، كان حسن الصورة جميل المظهر، حتى قال عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فلان يوسف هذه الأمة. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم دعاء عظيما، فقد نقل عنه أنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم، إلا تبسم في وجهي. لقد شكوت له يوما أني لا أثبت على الخيل، فضرب بيدي على صدري ودعا لي وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. ما أجمل هذا الدعاء، أن يكون كل منا هاديا مهديا كهذا الصحابي الجليل. ترى من هو هذا الصحابي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا نخبة والدين